مرحبا، هاي هذا أول فيديو حعمله على هالقناة. هابي نيو يير لكل حدا. احنا بواحد واحد قررت أبلش القناة بداية القرن، بداية القرن، بداية العقد، بداية سنة جديدة. هذا الفيديو حيكون فيديو كثير قصير، بس اخبركم عن القناة واخبركم ايش البلان وايش حنعمل بالضبط. واكسكيوز مي، مش كثير الست منيح على، بس لو قدام حنحسن اشياء كثير احسن. هلا الفكرة كالاتي، احنا حنشتغل، حيكون كل فيديو موفي ريفيو عن فيلم من 10 دقائق ل 15 دقيقة، حيكون من 100. هلا هحكيكم بالضبط على ايش مقسم كل ترتيب، وكل يعني كل 10 ايش مقسمة، مقسم 10 على كل اشي. حاليا في بلان موجود للشهر الجاي، ان شاء الله نشوف ايش لقدام كمان، ايش حنعمل عن اي افلام. فكرة القناة هاي موجودة بس عشان يعني تعبي المحتوى العربي الموجود على الانترنت لصناعة الأفلام. هلأ الفكرة حتكون كالآتي، هلأ في عنا 3 أجزاء بصناعة الفيلم، أو 3 أجزاء بالفيلم نفسه، اللي هو في البري برودكشن، البرودكشن، والبوست برودكشن اللي هو صناعة الفيلم ما قبل، يعني ما قبل الفيلم، البرودكشن اللي جوا الفيلم، بوست برودكشن اللي هو ما بعد الفيلم. تمام، فأنا قسمت كل وحدة لهم، أعطيت لكل وحدة أجزاء، وكل وحدة إلها نقاط معينة حسب الفيلم وحسب الفيلم مش هيكس. لأن في البري برودكشن عنا الستوري، عنا الكاستنج، وعنا السكريبت. الستوري هي حتكون عبارة عن فكرة القصة نفسها، إيش هي، إذا القصة نفسها بتشد الواحد، القصة حلوة أو لا، هاي عليها 10 نقاط. الكاستنج يعني أسماء الممثلين، يعني مثلا ليوناردو كابريو اسم، مثلا هل هو حدا جديد او مش جديد. الكاستنج كلياته حيكون عليه 5، لانه بالاخر الكاستنج ما بيعب، مش اشي كتير كبير بالفيلم، بس اشي كتير مهم. ومش بس حيكون عن انه اسم او مش اسم، حيكون انه هل هذا البني ادم مناسب لهاي الشخصية او لهذا الدور او لا. في برضو للسكريبت، يعني النص نفسه كيف طريقة كتابته، هل طريقة كتابته صح او لا. هدول الثلاثة حيكونوا في البري برودكشن. السكريبت طبعا عليه 10 نقاط برضو، احنا من 100 زي ما حكيت اول. الان بالبرودكشن في 4 اشياء، في الدايركتينج، الاخراج. الاخراج حيكون بيسيكلي كل شيء، حيعتمد عن يعني نفس المخرج، نفس افكاره، يعني الصورة اللي بباله كيف كانت، وهل تصورت بطريقة منيحة او لا. يعني حيكون في الموضوع دراسة كبيرة. يعني تاني اشي السينماتوغرافي او التصوير، يعني طريقة التصوير، الزوايا، التصوير، كل اشي. برضو حنحكي يعني عن اشياء كثير صغيرة زي البلوكينج، زي السينماتوغرافي رولز، كل اشياء حتنحكى. يعني احنا لانه بدنا نعبي محتوى يعني له فايدة في الفيلم ميكينج بالاخر. تالت شغلة حيكون عن التراك او الميوزك تراك، هاي برضو هاي عليها 10 نقاط. يعني نفس الميوزك هل هي مناسبة في كل واحدة بمكانها، والساوند ميكسينج كامل، يعني مش بس الميوزك، الساوند ميكسينج اللي كل موجود بالفيلم كامل، هل هو ظابط او لا. هذا الاشي برضو كتير مهم بكل فيلم، وكتير اشي بنتعب عليك يعني بطريقة مجنونة بالأفلام. آخر إشي بالبرودكشن حيكون التمثيل. هذا الإشي ما بيعتمد على إنه الممثلين اللي اختاروهم، لا، بيعتمد الممثل نفسه، هل في تمثيل كان رائع بالفيلم، ولا كان تمثيل ميديوكر أو متوسط يعني، ولا كان تمثيل ضعيف، أو هذا الممثل إحنا بنعرف إنه شاطر كتير طلع إشي كتير ضعيف. هذا كله حنحكى فيه. يعني بوست برودكشن مقسم على 3 أشياء. الأديتينج اللي هو حيكون أغلبه
على التقصيص، الميوزك إذا محطوطة بطريقة صح أو لا. يعني ساوند ميكسينج شوي حيعتمد على الموضوع. تاني إشي حيكون الكالرينج. الكالرينج يعني الألوان، نفس الألوان أو تظبيط الألوان المحطوط بالفيلم. يعني هل هو تظبيط مناسب للفيلم ولا لا؟ يعني مثلا يعني بدناش نخرب أشياء هلا، لقدام بنحكي عن أفلام وبنحكي عن أشياء يعني أشياء أكبر. بس هل هي الألوان ظابطة للفيلم، ظابطة للأتموسفير تبع الفيلم، ظابطة للفترة اللي عم بحكي فيها الفيلم أو لا؟ وهل الألوان نفسها بتجذب الواحد أو بتخلي الواحد إنه يحكي لا إيش الإشي البشع هاد؟ وطبعا في كولورينج ثيوري اسمه، أو نظرية الألوان، حنحكي عنها وحنحكي عن كل هاي الأشياء. تالت إشي اللي هو CGI. CGI عليه 5 لأنه مش كل الأفلام تعتمد على CGI، وأنا بالنسبة لي CGI مش أكبر إشي موجود بالفيلم. يعني هو طبعا إشي بندفع عليه كتير مصاري، بس مش أكبر إشي موجود بالفيلم. هيك هدول كلياتهم مع بعض بيكونوا 100 نقطة. كل فيلم حيكون له 100 نقطة. يعني حنحاول إنه نكون ما نكون شديدين كتير ولا نكون إنه كتير خفيف، وانه هذا فيلم حلو وبجنن وابصر شو. لا يعني كل حنكون متوسط وحيكون كل اشي تمام. I hope you have a new good start of the year. وبشوفكم الاسبوع الجاي. Peace out.